المولد الرابع عشر بين مصطلح العلمانيه المعاصر ومصطلح الاسلاميه يقع الباحث والمحقق والكاتب والقارئ والسامع في حيره وحيره واضطراب كيف؟ عندي اولا وثانيا وثالثا وسنعرف الآن نصل. اولا وصلنا مع صلاح الدين الى سنه 576 هجري في كتاب الكامل جزء تاسع في صفحه 446 حيث قال ابن الاثير ثم دخلت سنة ستة وسبعين وخمسمائة وستة وسبعين تحت عنوان ذكر وفاة سيف الدين صاحب الموصل وولاية أخيه عز الدين بعده يقول في هذه السنة ثالث صفر توفي سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي صاحب الموصل وديار الجزيرة وكان مرضه السل وطال به ثم أدركه في آخره سرسام ومات وَمِنْ عَجِيبْ مَا يُحْكَى الكلام لإبن الكثير وعفواً لإبن الأثير يقول وَمِنْ عَجِيبْ مَا يُحْكَى أَنَّ النَّاسَ خَرَجُوا سَنَةَ 75 وَسَبْعِينَ الكلام في سنة 576 يتحدث عن سنة سابقة في نفس الكلام لكن هو يذكر هذه الحادثة تحت هذا العنوان في سنة 576 يقول وَمِنْ عَجِيبْ مَا يُحْكَى أن الناس خرجوا سنة 75 أي في السنة السابقة يستسقون لانقطاع الغيث وشدة الغلاء يقول والكلام هو كان عن سيف الدين يعني العنوان هو ذكر وفاة سيف الدين صاحب الموصل يقول صار عندهم انقطع عندهم الغيث وصار عندهم غلاء شديد يقول خرج الناس للاستسقاء للدعاء لطلب الفرج لطلب الرزق يقول: وخرج سيف الدين في موكبه فثار به الناس، خرجت الناس بتظاهرات باعتصامات باحتجاجات فثار به الناس وقصدوه بالاستغاثه وطلبوا منه، لاحظ ماذا طلبوا منه؟ اموال ليس عنده اموال، لكن ماذا طلبوا منه؟ يعني الناس تيقنوا سبب البلاء من الله. فارادوا ازاله السبب التفت جيدا تستغرب من هذا او لا تستغرب ربما الكثير سيستغرب من هذا الامر ماذا طلبوا منه يقول فثار به الناس وقصدوه بالاستغاثه هذا كما يحصل الان يعني نشهد الان في بلادنا وفي باقي البلدان ان الناس وصلوا الى مستوى من الضعف ليس عندهم او ليس عندهم طموح الا ان يرفع الحيف عنهم يرفع الظلم عنهم يرفع الفقر والمرض عنهم فماذا يذهبون؟ يذهبون الى نفس الشخص ويقول له تصرف بانصاف معنا، خذ ما تريد واسرق ما تريد لكن اترك لنا الفتات كي نعيش الحد الادنى من من الغذاء، من الطعام، من الدواء حتى نعيش كالانسان او كباقي الناس. إذن لا يطلب التغيير وانما يطلب الاصلاح، ايضا هؤلاء لا يطلبون التغيير وانما يطلبون الاصلاح. يقول وطلبوا منه ان يامر، لاحظ التفت جيدا هذه هي السنه. ينزل البلاء ويسود البلاء وينتشر البلاء في البر والبحر. ما هو السبب؟ بما كسبت ايدي الناس. فاذا لم نلتفت الى هذا لا يوجد فرج. يقول وطلبوا منه أن يامر بالمنع من بيع الخمر. هذه هي الدولة الإسلامية، هذه هي الخلافة الإسلامية، هذه هي الخلافة الإسلامية. هذه هي هذه هي السلطة الإسلامية. وطلبوا منه أن يامر بالمنع من بالمنع من بيع الخمر. التفت جيدا. بسبب هذه التظاهرة والاحتجاج والاعتصام يقول فأجابهم إلى ذلك فدخلوا البلد وقصدوا مساكن الخمارين فدخلوا البلد وقصدوا مساكن الخمارين وخربوها اذا يوجد مساكن والناس تعمل بحريه وبطلاقه وبامضاء وباجازه من الدوله وبحمايه من الدوله والناس تعرف هؤلاء ولا تستطيع ان تفعل لهم شيئا يقول فدخلوا البلد وقصدوا مساكن الخمارين وخربوا ابوابهم ودخلوها ونهبوها واراقوا ما بها من خمور واراقوا ما بها من خمور وكسروا الظروف وعملوا ما لا يحل